أحمد سمير سعد، مدرس التخدير بكلية الطب الأصيلية. الحقيقة أنا حابب أبتدي من عند رواية الأديب يحيى حقي قنديل أم هاشم، اللي بتتكلم على الطبيب المصري إسماعيل اللي سافر أوروبا درس الطب الغربي وبعدين رجع يحاول يطبق الطب اللي درسه دوت على أهل منطقته وعلى بنت عمه. فبيكتشف إن حالة بنت عمه ساءت نتيجة إن أمه كانت بتحط لها من زيت قنديل، وأم هاشم باعتباره إنه زيت مبارك. بيكسر القنديل، بيتخانق معاهم، بيسيبهم. تقنيات الطب الغربي بتاعته بتفشل في معالجة البنت اللي كانت مؤمنة في الطب الشعبي. الحقيقة بيراجع نفسه وبعد كده بيلجأ إنه يعالجها فعلا بتقنيات الطب الغربي، لكن بيخلي زيت القنديل طول الوقت جنبه. طبعا مزاوجة لطيفة ما بين الطب الغربي وما بين المعتقد الشعبي، لكن أعتقد إن الأمر عمره ما كان بالسهولة دي. صحيح إن تاريخ الطب شايل لنا طول الوقت ممارسات ممكن تبقى ما وراء طبيعية، إيمان في السحر، إيمان في قوى غيبية، ممارسات طقوسية، لكن في واقع الأمر ممكن الحاجات دي تبقى ضارة. مش شرط إنها ما تبقاش ضارة، ما تبقاش نافعة، لكن ممكن كمان تبقى ضارة. وضررها ممكن يجي من إن الإنسان يبتدي يمارسها بس من غير ما يمارس الحاجات الثابت فعلا فعاليتها، وبالتالي ده ممكن يأخر علاجه. طيب ايه دور العلم؟ هل العلم ممكن ينهي دوت او ينفيه؟ حقيقة ان معظم الناس اللي بتتكلم على العلاج بالطب البديل او العلاج بالطب التكميلي او الحاجات دي بتتكلم ان الطب الغربي اهمل جانب مهم جدا من الانسان، وهو الجانب اللي ما وراء الجسد او ما وراء المادة. والحقيقة دي حاجة العلم نفسه ما يقدرش يثبتها او ينفيها، لان دي حاجة ما وراء العلم. لكن العلم ممكن يتدخل انه يقول لنا اذا كان ده ضار ولا لا. الموضوع كبير ومحتاج مناقشات طويلة.